هاي الدنيا والناس على هال ها ما عاف ايه وين وين النشامة ما عفت ما عفت طب حجال و زمرت زمرت آل ها تحكم بي يا الله زمرت ها ما عفت طب حجال و جال ما هذا النص ما نسولف عن عصور السالفات الأولية الناس كانت في جهالة وجاهلية نحكي عن أمة تقول إنها رسالية او باسم الاسلام تحررت او عالامم كلها تصدرت هي بافكار السماء تنورت والاحكام توضحت كلها وجلية ان الدين عند الله الاسلام واضح منهجه ومعلوم الأحكام إن الدين عند الله الإسلام واضح منهجه ومعلوم الأحكام ليش التعبد أوثان تحكم به زمرة آل سفيان زمرة ها تحكم ما عفت ما عفت طب حجال بعد ما عفت ارفع ايدك هاي الدنيا هاي الدنيا ويل ها ما عفت طب حجال اعلى اعلى هاي الدنيا ويل زمرة زمرة آل سفيان ها تحكم بها زمرة آل سفيان تحكم بها لله ما عفى الطبع حي ما عفى خبر موثوق عن النبي المختار واريد مو بس للعبادة وتنبن هواي المعابيد وتضيع الأمة الصلاة وتتبع كل المفاسيد وتكتفر جالب رجال ولا حلال ولا حرام تسلط عليها الجهال والزعيم عليها فاسيد مجهول الهوية وأصلا مجهول ويصير على دين الناس مسؤول مجهول الهوي يا وأصل مجهول ويصير على دين الناس مسؤول أصل أشكال والوان تحكم بي زمرة زمرة تحكم ما عفى الطب حجال يا الله ما عفى الطب حجال
نشامة نشامة هاي الدنيا هاي ارفع ايدك لها الحا ما عفى الطب حج يا الله هاي زمرة زمرة ايه ها ما عفى الطب حجال وجال يا الله الناس شعر اهل البيت داخل الجحشي خادم مكاني خبر موثوق عن النبي المختار واريد مو بس للعبادة أو تنبني هواية المعابيد وتضيعي الأمة الصلاة وتتبيع كل المفاسد وبعد أو تكتفر جالب رجال أو لا حلال ولا حرام عفواً أو لا حرام ولا حلال تسلط عليها الجهال والزعيم عليها فاسد مجهولي الهوي يا وأصل مجهول ويصير على دين الناس مسؤول ها مجهول الهوي يا وأصل مجهول ويصير على دين الناس مسؤول أصل أشكال والوان تحكم بي زمرت زمرت ما عفى الطب ما عفى الطب ارفع ايدك هاي الدنيا هاي الدنيا ويل ايه ما عفى الطب ايه الله يوفقكم ما عفا الناس من أول وجود شبيه الناس الناس من أول وجود تحارب الحق والحقيقة عافت أولاد النبي أو تبعت أولاد الطليقة بمنهج الشيطان تمشي أو تدربي فاس الطريقة فرقوا دين النبي أو سلطوا وين الغبي كتلتي أو حزب ومذهبي واصبحت كل من فريقه لعبة بلا هدف هاي السياسة ما حطت شريف على الرياسة ها ها لعبة بلا هدف هاي السياسة ما حطت شريف هاي الساحة ثولان تحكم بها لي الآن زمرت زمرت آل ما عفت ما
ما عفى الطب حجيال وجيال هاي الدنيا هاي الدنيا ويل ما سمعك ارفع ايدك ارفع ايه الله هاي طبح حجال وجيال تجمع أموال وذنوب الناس ما عدها ديانة فوق بيت المال عدها عاشت بذل وخيانة فوق بيت المال عدها عاشت بذل وخيانة مثل قارون لا يشبع ولا يصون الأمانة اقبال جايع كم بسيط وبالذرم ولا اللقيط مشترك أصلا وخليط رابع أصلا عالمهانة حكام المهية شما يفيزدون العدن بنهجهم هسا يمشون حكام المهية شما يفيزدون العدن بنهجهم هسا يمشون الاجتنا منين ما كان تحكم بي زمرت ما عفى طب حجيال وجيال هاي الدنيا ما عفت